يدأب مجموعة من المتطوعين في مركز براعم بريف إدلب على تعزيز مهارات فئة من ذوي الاحتياجات الخاصة. والهدف وفقا للقائمين على المركز أن لهذه الفئة قدرات يجب تطويرها وعلوم يجب عليهم تعلمها. بقدم للأطفال تعليم الأحرف والأرقام والأعداد واللفظ، بساعدهم حتى يحسنوا مستواهم المعيشي مشان ما تكون إعاقتهم عبء عليهم وعلى أهاليهم، حتى يكونوا متقدمين شوي وخفف من ضرر إعاقتهم اللي هم بيعانوا منها. الدعم النفسي كذلك هو أحد جوانب المشروع المقام في مدينة كفر تخاريم، كذلك التعريف بحقوقهم ومساعدتهم على مهارات الكتابة والتعليم التي حرموا منها نتيجة الإعاقة والإصابات، من خلال التعامل معهم بطرق خاصة تساعدهم على إدراك ما يتلقوه من تدريبات. يعني عم نحاول انه نطور الاطفال يعني ونساعدهم ليصيروا افضل الحمد لله، بس امكانيات المركز ضعيفه يعني وبحاجه كثير لمستلزمات للاطفال ومستلزمات للمركز. تشكل فئه ذوي الاحتياجات الخاصه نسبه مهمه في المجتمع السوري، لذا كان افتتاح هذا المشروع امرا مهما في الشمال السوري. من منطلق ليس عاجزين بل لديهم مهارات يجب اكتسابها، افتتح مجموعة من المتطوعين هذا المركز لتسليط الضوء على ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكي لا يعتبر أي شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة من المعاقين الذين لا يقدمون خدمات للمجتمع. بشار الفارس لقناة حلب اليوم، ريف إدلب.